بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كواكيش نادي كمدة من منهج المتعلم لأبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى. خير الزاد العلم، صحيح وحاوان أكسن علمي أقون ديمت بوقيمة بضن. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد منكم سفرا من أسفار الدنيا لا يمشي بلا زاد. وأثر دير هو اللغوري أبو ذر الغفاري فقيه لورنجر بن نصر بن محمد الفقيه أبو الليث هي كشيغي كتاب تنبيه الغافلين صفحة الله بقول 8 سقال وذات كان وحول انت صدح بقول 8 صدح وذات كان صوم الروي هذا دير لغوري أبو ذر أبو ذر بس شام كيمت كعبدو يمن مالي مال ما كمدا مركز استاغي دادك لاحظوا بك استاغي مركز وحوري نك يقرن ايو يقرن نك ان يقرن اينين وحانا يا ابو ذر الغفاري جندب ايان هاي حانو استاغي وللكين او اذين نصيحين ايان هاي ارق وناكسن بو سميك الدمرة دادك بواني هذا الكسي وحاكم اذا قيبتان حديثك يا ايها الناس من اراد منكم سفرا من اسفار الدنيا لا يفعل ذلك الا بزاد فكيف بمن يريد فكيف من يريد سفر الآخرة بلا زاد. قالوا: وما زادنا يا أبا ذر؟ قال: صلاة ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، وصوم في حر شديد ليوم النشور، وصدقة على المساكين لعلكم تنجون من عذاب يوم عسير، وحج لعظام الأمور، واجعلوا الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الدنيا ومجلسا في طلب الآخرة، والثالث يضر ولا ينفع. هذا الدير حكم بدن يمرك أتشيد يا مسلمينتي مرك وآثر مشهور كأه عن أبي ذر إن حديثنا محمد لقد يقول مهل غزال ما كتبت زكو الشيقة عقوي لضد الدنيا ذو نينك سعودة لي السفر قلي ما السفر صحي الآن محاد مودان كور رمى السفر كآخر السيد وآدي سان صحي الآن وصايقاته وحكود هذا أبو ذر ومحان صحيح كدقنا وحول الصلاة لتكذو حل مقدئة صلاة ركعتين في سواد الليل حبينك حل مقدئة سينسك الدنباء صلاة تكذا صلاة داس الصحيح كدقتان يوهل لوحشة القبور عضلضة يو كيد آخر يا قبرك وصوم في حر شديد ليوم النشور iyo sonad sontan bay sahay idin ah xillay quraxda kulushaayo abaari jirto oo ku badbaadaan maalinka la soo bixinay wa sadaqatun ala masakin masakinta wax lagu sadaqaysto la'allakum tanjuna min adhabi yawmin asir masakinta dibban ay xillay wali baad ag baad lagu jiraa wad arkay samsaadka wax miskiinka istaagaye wax la baxo saad uga badbaadaan adab maalin culus adab kid وحول حج كنا الرماه واوين يا هولها يدن كل علوسنا وحجية إلهنا الصوبر يا الدنيا دنا الله بفرد كبر دجا فردنا دنتينا الدنيا كوكون صدا فردنا الرماه آخر كجت الشدا فردك صدحات لب مبكينا وحمد ترور هذا الكاس دير مركب أبو ذر بالجورية أسوق عند النبي محمد المهيلين وكيف يريدون السفر إلى الآخرة بلا زاد سيدي يقدون ين آدمه أنا آخر أصفران أيون صهاي أن أن ودنين سيد آخر والتقوى تقوانا علم بالغوه له إنما يخشى الله من عباده العلماء وإسكين أن آياتها قرآن كيو أثر كسكم يلوم بأسعودان ونعم الزاد العلم سهينا وحاوانا أكسن أقونته ولا سيما شفيعه علم مثل كوشف في عقائدنا يقول لما علم كوشف في عقائدنا وعلم وعلم يقول رقمه علم اللغو عمل فلا شفيع كون غضاديك ما حلو يخصم كل الدود يكون دعوين يوي ولا سيما شفيعه العلم الشافع لصاحبه باللوج ذا علم غاو ارجين يا مالك اخر نينك اسكالها برتي وبراقه اها براق دي سي فرس كم مريجتك السيرات براق وادي وحلقه وذا
ده بدي النبي قال لقوق هذا كلوي يعني عمل كذا يا علم صالح نافع يا عمل كصالحة يا وحيكون نقول يان جاديد كاتكم مر له الجد كسرات يا وذله في يوم القيامة هوسك وارسن لا مالك آخر وإن العلم علم وكان شفيعا مدو شفع قاضو روح مسلم كي يقن وقاك شفع قاضو لملك الموت وجوابا لمنكر ونكير علمك وجواب إيه هاي سؤالها منكر يا نكير ملك الموت وكذا شفع قاضي علوم هذا علمك إذا كنت قنتا ملك الموت كوا كحش هذا وحبط دبات بين وما جيسته وأوجي هاي إن يسكون في لين ما خل خلان يسكون ما رح داتان صادرت هذا وحاقص وقال نينك لورنج راي فضي من عياد نينك علمك إذا كنت قما ما أنت تبو ديجري نينك علمك إذا كنت قما أنت الدين برتو هذا أنا كنت قما إلهي عقلك سوء إلى ليه سقاشن بقول بقول يكون تنضو حرو بس كحسو تمام ودمانية انت انك لما كانت الضباط ما ضحك لب حدام بقى بيها هي صبك على سكوت رئيسة مركا شفيعا لملك الموت بقول نقضي يقول نقونا يا وجوابا بقول نقونا يا علمه لسؤال منكر ونكير ومؤنسا في القبر وهل بقول نقونا يا وهل يا صاحبك يا قبر قديسة وثقلا عليس بقول نقونا يا علمه يو ميدان في الميزان ميزانك آخر والله صار إلا هو عمل كاذب علمه كمدي هاي برشاد هذا برنا يسو إذ هادين يسو عمل صالح قد قنكنا وعمل صالح أسكا قد جيسان وحويه ومن أعمالك وقائدا هجامي يكون نقنيا على الصراط ومفتاحا فرو يكون نقنيا للجنة إذن علمك وفوائد مقدمة باب كنكوبات حبوداتك وطلق لي علمك يفضل جيسا يروح علمك برطي ميقانك وشريعة كلها ياي ونكم موشيه انت اسمرك واد كدرك سنيدنا انو وجيددان كلا كتاب كان والله بابي باب سو سوتو باب كان معلنك خوسيه يا نينك امد بره هي بره اه وخا لغا ربا لوغا باهن ياي يا اردي وخ برنيا انشغا يا ادابته لغا ربا لبدا بابنا وقت وينو كبخين دونا ان شاء الله. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبل وحجري حديث كان معاذ سو مرفوعه وضعيف شديد ضعف يا سوى موقوف اسكرهم بوا لغا وريا موقوف كان الصحاب ابن قيم هذا والموقوف اصح مدارج السالكين مجلد كافراد بقول لحظه لحظه كفيرين كرتان مثل مرفوعه الباني ضعيفه وكشيغا موضوع ابن جارسيا مركا ابن عبد البر حديث كان سوى موقوفه يا سوى مرفوع كان حديث كان معاذ مثل بحون يروى حسن جدا وان لم يكن له اسناد قوي سون سند وين حب ذن الهين هذا نحوله وحسن جدا وحكوا ذا حسن اللغوي قاها كي استلاحي كموض معنوه حنبرسيه هاي شرع وافق سيه وانا حكمه لكن من حيث الروايه ما سون وجيده. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان العلم انيس في الوحده روايات كمرفوعه يكون موقوفة انيس في الوحشه كقرا ماشي وحدده وحشه كيتالا دمله واسكو معنوه عمرنا ولا غوري معناها لفتركيس ان العلم علمه انيس وهيري قيمه بدن في الوحشه مركات عضلوطا اما في الوحده قبر مكات كلي كتاي وصاحب صاحب كل جوكو هيري لوي في الخلوه مركات كلي ادغريها كلي جوكتا اما اد ودنيسا اما اد علمك هذا ضد مكتب ضح فردو اما كتاب مطالع عيسانيس وهلو ما بانت تتكابا كردي ببا وحرق دقائق يوم ما يكون دافع بعده شبقة دي شنقدر كوردم بعد بسن كل جا هنا دور مجلد ما الله فريسته وحكفي عن مشر هذا انفرد كل دافع إني يا خير كلي وصاحب وديوي الرفيق في الخلوة مركز كل جاتاي ودليل تصوي هجانوي كتصي النور عند الحيارات مركز الله وريره مركز كل حياة مسردو بيحي ويدي مركته وحكوا جامية حققوا تصوى أقونت هذا والدليل عند الحيرة. والوزير ووزيرك عند الأخلاء صاحب ذا وزير بعد نقريس صاحب ذا ما كان لجوكت وهذا علم لا ذاي حاسيد وزيرك لقوا احترامي لقوا قدرين حبن كذا ولا يسكلي حين ولقوا حساب تمي إذا وزيرك كاد جاي أقونت هذه علمك هذه والوزير ويعلمك عند الأخلاء
التفكر فيه علم قول لغا فكره الله بارو الله بحثيانا يعدل بالصيا صوم بودق ما حق أجرك ومدارسته إلا مراجعيه الله ميريه الله يسبره الله سودقانا يعدل وحودق ما بالقيام قيام الليل بودق ما أساك فضي بدن وبه يعبد الرب علمك على اللقع عابده ربي ويني علمك على اللقع عابده وبه يوحد الرب أساقانا إله اللقع وحده شركك وحالك قبت باد التوحيدك اللقو قرتو إلهي وحو كان بضي اللقو قرتو وأقوني علمي وبه يطاع الرب وأسقى إلهي الواضع وهو إمام العمل وعمل كإمام كيس عمل يهو قامية علم يهو قامية هذا علم لهين عمل كذو بلاش وحبك مجره والعمل رقم كنا تابع وحور رعسين يضبطون ويها للعلم له للعلم ففيه وها علم وكجر عز الدنيا الدنيا شرفت العلم بالغوها له يا وسعات الآخرة آخرا ليبان تيدا وقال الزهري زهري وحولي وهب من ربه فأترك إسكاله زهري وحوتير يماري غزالي كور وهب من ربه وعان كوي هاي من كتابعها علوم الأوائل كو تخصصي ري منيت وقال الزهري رضي الله تعالى عنه وحولي وكوض وهب من ربه لقوض تتشعب في العلم عشرة لفظك وهبنا وحوي والعلم يتشعب منه عشرة علمه صدح طوان بو كود حلسية طوان شايبو كينا يتشعب وحكى فرعما وحكى اللون شيحما قد الله وكي مادة عشرة طمر مركا ماشى في العلم ومركا وحورنا إسلام تتشعب منه من العلم في العلم أي من العلم عشرة الشرف وشرف بالله لا شرف إيا مقع بالله لا إن كان دنيا إن كان دنيئا هذا المرك مقع بلاهين ميقام بلاهين حق دل شيء دم بلقول لي ذي بن آدم كده حديثة هذا العالم نقطه عزيز شريف النقونيس لما كتابعين تها إيه ربطنا يا أتباع التابعين الموالين لورنجري وأن منك إله الدين كان كل رقبتي يا سنة حمباري كتاب كعلم قيس ابن عباسي ابن مسعود إيه صحابة كرنا حالي أمضنا علماء النقض الموالي بالله يقان آخرية طبقة التابعين ما قد مر يزال الرئم مكي الرئم دي منا هاي الرئم بصر الله هاي الرئم كفلها علم غيوب فديي رجع اللحدة لسنة كود الورقة التابعين تاع يا أتباع التابعين كل قد نعرب دو كوير هاي هلا ما الله بقى كتير ما بكون ما بكتير بقى وما دي حد قد بين نقدين يعني مركا شرفيا ما قانا الحق قد لي كل هين بو علم وكجلنا يا طبعا معنا ما ها إذن كل اللي تي وحنو جداون وحد نقنا هاي الصومالي نقنا هم من تلمامين الشرف إن كان دنيا وإن كان ذا مش إن أنتو دم بووبا كجو عن رواية ذا وهب من أبه مشهورة ذكوها في كتب التراجم والشرف ما قعب الله لا يميقان إن كان صاحب العلم وهدو يهي دنيئا نين لي تو يهي والغنى هذا انتنمي يهنتبع الله لا إن كان فقيرا هداد حقوق صبو الله فارتن ودادو مركي حو علمي يشان حولي يشان ثم يداري وركم خلى الدنيا مزوزح غناها سام غنى النفس هالنقض أما غناء الدنيا هالنقض علم يقولون وح كتر أو كبر جنتالي وح بدهم كتر هاي مرن مالها من داعي ذا اللهم أدعونا تكفوا قاتم وين وسبب الدنيا لغو كسبضه وما دا كوسو جوكسن ولغو آميني هذا وذكي وذا ده اللي جنا عسك أيها اللودي قبلي وحود ديبتين وحود جيستين إنك أستوي قيبين حابية سمع قرر رئيسا يعني هو نينك يصيحون ويستعمال خريبا مويني وما يقام ويعلم يقول واحد بضان بالله هلا والعزة شرف بالله هلا إن كان هدو يهي مهينا مد بأنو اللي تو أقولك يلا الروح علمك إسكالي والقوة أود ويعلمك إن كان الرأي صاحب العلم ضعيفا حتى ضا تبرير تأود بكو قلنا يا والجود والدق
يفضي إله بحي إن كان بخيلا حتى ضد بخيل العلم وكبها يا وقرن يا عيبة هذه عيب أسطراد وي هبل وقعنا نقد إن عالم ويا الأولياء وشيخ ومد مع كلحو هذا ضم بقرن يا ديق سبوك هذا يا أما أسرق كوا عربين أم حي الجود كوا الله بقي بوضو منا وغريزة ولورد شاي وبحال يا دلما دوي منا ولا برتا نم بخيل هذا الله صاحب هذا بخيل بعد نقول نم بحذية وديقس وقعمها يزقون هذا الله صاحب تنا صار وقول ضيان يز راو عبدان بهكو جاري واجد نم بديقس بعد قريس حلو جي هوي والز غرائز تمرك ضبايع قيمنا والله كسبضاء ومكتسب قيمنا وغريز الله نشوي والقرب دواشات كفا ايدي اي مد كسود ويسالنا دوات سبحانه وتعالى ان كان قصيا هدد فقيد او شيء لو موداي علبه كسود دوينيا والكبير نين وين وي يروح نقونيا ان كان صغيرا هدا ليدتيبا تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل وان كبير القوم لا علم عنده صغير وان انتفت عليه المحافل وكي ورنجري وان كبير القوم لا علم عنده صغير تذكر ننك أوين أضيق هدوسا علم لهين كريب النقون يا صغير وإن التفت عليه المحافل هبلغو أكفر يستو شر هلا قبطو وقاسب هلا يدا هدي مسألة علم مركا يتمادو كريب النقون يا بدكولا مركا علم يقول انت أصو شرف باكو شرتي هل قد دالوي هل أقادو أو أتقول بأن تلما علم جماها مقصود لذاته وإنما هو مقصود لثمرته علم جو أشيء دماها أصق علم جو من حيث الجملة أشيء دمها دم بالجو جارا وأه إله اللجو عابده طاعة الرب إله اللجو عابده الله جا عبسه وحسن يوحن لجو كلا جرته لجو هجا جا الله برتاه صدرت هدي اللجو رقم ويا علمي وكذا حديث كو ارغتين صدق اوه الرئيسين نار تلغو شيده لغو ريدو ما هو هريا عالم قاري حافظ با كجرا من كو هريا الهي مخلوق ابو روغو هر فسهاده عالم بوها وابليس لا يدادو هل سوي مركا فنسال غدي كو دعادو مشكله وي علمي مركا وهاجاتي وهابي وشريف وخير بدنيا لكن شيدة اللوغ تلقالي أما علم اللوغ كيني إن أتكيل دوفتو ومشكلو التحذير من معاداة العلماء دي قد لسكي قد ديها أيوه علماء ذا إلا لعلوبه لعليستو لدعوه لدبسدو حي العلم الشرعي علماء الله هو شعيرة من شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب علم الشرعي هو شعيرة من شعائر الله إلا وين يوم مضيها وواجبة ننك حنبارسا علم وقرد قمية قدرين يحرم إذن كم مضيها حق دورد بإذن كم مضيها إلى علم بإذن كم مضيها ودول قادة شو إذن كم مضيها عيب سول أسترو بإذن كم مضيها إن الله حمانين لو حد قد بين نيكو حمان كو أركام وحقون صدا سي أهل لما أقع علمها هو النصيحي علم هذا وإن لا إسكي إلالي علم هذا وإن لا إحترامه ولا قدريه هذا علم هذا إن الدميسان هذا إذن كنا الدنيا إذن شرميس آخرنا واتسيقيسان حل أبوي مركاوش هذا لا إسكي إلالي وإن العلم للعلماء ميراث الأنبياء علم وحوية هي علماء ده حلك أنبياء ذوية هي أنت أصحى شرف أقوم فرن العلماء ورثة الأنبياء هذا النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن أشيء أنبياء ذو إني سندت كده حلسين دينار يدرهم علم شرعي علم قاس له كلا بحاجة أنبياء الله ما ده حلو وحي الله ده حلو إنك قاطي بعندك أقوقين بدن وهذا قرطه كنا نقمه كما قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء علماء ونحلياش أنبياء حديث كبير الدرداء في السنة قرن إذن
أنبياد وحي لقد حالينا علمي وعلمي يا عمل يا هدي يا دقن أنت أنبياء الله يتبع عالمك لقد ربا عالمك حالك دون يا إنو دقنك علوم هذا يشو ديق سنما عالمك حالك دون إنو يشو دقنك أنبياء الرسوش ديق سنما جي سنما دلقات صبر هكاك سني توسنان هرمود نيما وحلبو وانا قمنا عيكو دمات هذه كله من نقول يسد وريث في عن وارث في عن من نقول يس فالعاقل نك دكت له وحجرناي مر بهدي اللي يدعو علماء وحيد حلين أنبياء ذا ومن يغتنم بغنائم العلم وأنها كفى إذا استفى وإد علمك كفى إذا استا يو عظمه وين كيس علمك قدري وما قان كيس قرطة يو عظم أهله يدك علماء وين كذا كفى إذا استا أن كحد قد بين حقنا دورة ولا ينظر اللهم أن كأجين بنظر لإهانة قرش إشد القرص إلا درابة إسا أما قرصنا إسا أما اللي دي سأنكو إيغينين علماء الله تركوه وإلا يقول حرمية أو أي تهمين كده إرادان ما وضع نفسه في مواضع التهم فلا يلومن إلا نفسه بسلف كسوغر ميل لغو تهمي أو حمان لغفل إنك إسدقا ومضنا إن ملحن أقاد أسوها إس إرصدو هذيك عالم كهذا أمد ماله يلا يا أبتا أما ينقدد هيا دحتا جنتا هاي أما لو جو أركو هدونا أنكو جو شعب نو هدي دب كذا صاب كذا كيني موكت أفد هذا هو ذي يمكن لقى شيء معها بتان عيد دعوري فالحمر الله يقبل أي فالحمر ناس كقبل أي بور فالحم الله يقبل وسنا ربي أبو ربي وأرتانين ديرو أضرب العصلة أضغر حسن بوها فرد حمر أنا أسكك بعيو مال عن إقادين عن فريج طالما الله يقول أركنا أنا أسكك بعيو لا بد أمرك هدي الله واي بن آدم حيوي شيء كرابو إن كبير بدن بعيو مطلب بدن ليبو جيسات سيجي لباي يعني وإنا ذوق فرد حون ماله عن لوب بهنا يعني ماله هذا تكل جود تما فسق هذا ماله هذا رقن حمض وين تكفقت شقوين كمد هو ناقصن هو حرر السنة هو نظيف سن راتو الحرف الدنيا أسكك فقو خوارم المراء كرد يرو سحر قود دير بالاس كترا سومالي وور بدد تاي وحيابا حتى حلال ويقو حران كأمسان ينتد اوكتا اسكا قطق اضو اضو إلا للي علمي يمك عاد حنبار سن تاي لأنه هدي هدي راوحكو جارو علمي كافا يدي سن ما هي ويكولو علومة ويكاتك هيا اضو علمي لغادة حي ما هي ayuuna jahli baa u dhamaanayaan burburka oo dhan adaa ka shaqeeyay dhaqan xumadaada marka cilmiga aad u ilaaliyo waa shay aziza ilaalin buu baahanyaa fa inna al ilma azizun ilmigu waa shay qaali ah waa shay sharaf leh la yaqumu illa bi shakhsin aziz la yaqumu illa bi shakhsin aziz kuma istaag macna kuma tilmaanaado oo ma galo ama ma fariisto cilmigu nimaan sharaf lahayn العلم ذكر لا يتعلمه إلا ذكور الرجال بسلف كنجري علم هو اللب نما اللباي نما بران كربا إلى علم بروا علم عزيز صدرت جماعة من السلف رجع وحبر هيا أنا طلبة ذوي امتحان جري ويفيرين جري نبني كو كرجة نجلسنا جاي إخير علوس كسو تشيدو قبل نموي أبتر ساتاي بعلم جبري جري كو هادو كبر أغلايسان يكو توكسان هاي ويكي إلى لنجرين أرقيدة يوانان كابا قيبان أريقا لغو سيدين لغطو ما سو قرن ميزا قيبا لطومي ومضع لقريني ومناضبك اللوغة الشري هل حبا لغا سوريني هل مدو قمان أول قوريي سوسن وسن أغتقين كو كلام حلو اللي فير باس إن كتكان أما أبو رام بلدي دنيا هذا يدك واد في عندي رحمة إنك لغادي فيني علماء هران كهلاينا علمي هو القرين شيء شيخ العالم كان القرين يعني وحاد ربان ماشى إنه كسر أرض يدح القلعة وهذا وطير برا أنه أمضى وكبت بعد كبت بعد فإن العلم عزيز لا يقوم إلا بشخص عزيز قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهان عالما أهانه الله نكن عالم قرصة أمد الرابة
أهانه الله يوم القيامة إله بمالك آخر أصغون حقيرو إهانيسته حديثك أصغون مرفوعا مهلين معاني دي سون قد موينة علمك هذا وحاوي وحجة الله سبحانه وتعالى وسلطانه أحاديث فربضبا قلت من أهان سلطان الله أهان الله أهانه الله يوم القيامة قريش نكي أهانيست نكي عباس أهانيست نكي سلطان حجة أهانيست أدي لبضا باكتبت لكن حديث كان من أهان عالما سجون أمانا أرق إذن لكن علماء أهانه وخطر هذا جملة العلماء أهانيست فقد كفرت بالإجماع هذا العلماء ودن قرصانيس والعلماء ودن بأهانيسته والضرابيس والأذن قدرينين وحي العلماء اللي يدهذبه مسلمتي تامورا ملها وحال الله يسكوها هي كلية وفرد من أفراد العلماء هل شخص علماء كمدة إهانيسي إذا لقاها الله شخص أسلم وقول إنها تكون حد قدبته ومسلم كو وعالم لبو لا بد الصواب الله ما وجد إهانيسته إن الملك قرد عدنا تكح الجذبته هذا وخلد لي خلق يسيق من ما وجدت المال والنصيحة هوس وجوشك قرآن وجوشك مسجر أدر وع والله سلاه هذا شرفت الدينات يا علم جسيا مرع إلى لي وأن كراتك أمد عالمك وإن دهني أمد مرك ما حد قرصة أيضا ويبابي مدحون الله بتركضوا حال الدون يا إني حلك يا مقعي هيان وأمي زامي دوران بل الدون يا فرد مركع علماء كمدي أهانيس يجلسوا هدي الصب الو أهانيس أصو أوصم أيوة مسألة جونيا هو إن عطار الشافعي تلميذ النووي كتاب جيس الأورنج الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد حسوق قرية إنه واجب تهاي علماء الدين كذا إبسدا حقا أن عدين برلق الله يستا أمضى أمانة ذي خائمة إن لي أهانة بل إلا التكفير أي واجب تهاي وأنه أرد يقسم من عطار صاحب العدة وتقرن إنسان أحكام النساء هذا الله طبعا إسكال وأن عالم فقيه ومجتهد وشافعي هذا كم بدأ اللي هو وارث علم النووي بأن لا إله هذا من حيث المعتقد أن حتى الشيخ يسأل كفي عنه ورسالة هذا آخر والله يابسة على طريقة السلف إلا مواضع يرؤون مويني وأنا حتى كعقيدة في عن متأخرين تشافعي ورنبا كتاب قصة آخرية هذا أمانة عنين كان عالمك وحب متلية أنبياد الرسول شو متلية هذا أمانة خائمة وأمد أقول لقوي وماشي اللي قرر بأمدونه بدبادي ودمينيو وأمد فسادي ساقوك لكدر ساقوك لكدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن سجود احترامي قدر أهي دلقاض أموتي حرمي قدري احترام وأمدي لهذه ذوي وحي كخلدنا وحي كصح كتكصح وقال النبي صلى الله عليه وسلم نقول كل من أذل عالما أذله الله يوم القيامة بين الخلائق من أذل عالما عالم قفك دليسته أذله الله ألا دلي يوم القيامة مالك آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله إذا رجعوني أذله الله ألا دل يوم القيامة مالك آخر بين الخلائق أنك برتمضى لقد دلي وحديث أنس من حديث أنس بلوي لكن هو موضوع ما وضعيف جدا معني سمرك ومعنى مسلم وفي الشريعة الإسلامية وعيدك خاص كون برد الله إنما دليسك علوم هذا من حيث الجملة وقال لمو من حيث الأفرادنا وكبيرة من الكبائر هذا يسن صواب كذي لهاي يسن صواب كذي لهاي علماء ذكوا يا كا صحابة دي صحابنا محدية نعب ضدان إسلام هين بان نعب إسلام كم حبسون إسلام هين علماء يا كوكا كا الرسول شيء أنبياء كوا كا مرك علماء وينات إلى لسان أرض وحبرني عالم كيس شيخ كيس علماء ورنب من حيث العموم إلى ليا نول بخلط خجرنا ميزان كيس ولياي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احتقر صاحب العلم فقد احتقرني نينكي قرصة
أما حقيرا نينك علمي قالي أنو إحقيري نبي محمد ومن احتقر نينك أني إحقيرنا فقد احتقر الله تعالى إلهي بحقيري ومن احتقر الله تعالى فله النار نار بو أهاتي أصغن حديث كما ننهلين لكن هو معنون قد هاي لي نبي روح حقيرا إلهي بحقيري واصح وأوشي حنفي ضد مدين وحديث كوي جاي وهذا حنفي من عام ما يسكو دعاي حكشكي صالح المهدي المقبلي كتاب يسأل العلم الشامخ العلم الشامخ في مخالفة الآباء والمشايخ وكتاب وينه عوري وأجان أم كتش وقيب ورنقي ما بدون فقيه ومحدثه ومجتهد وأصولي زيد بواس الكيسور وأقدم مر زيدي وحنا وأقبح حي على طريقة السلف الصالح بأصول لابتي سيد الراجعة قصدوا معلمي وكل قيا ولي سوق مكجوجا يحول وذا الحنف يا نن عام يسكون دعير حق بيسكون قبل صدير إنك عام يجاب أسير هذا قولها الله وذاك عالم كا حول قال باتاي شيخ حول عام يجي فقد كفرت ما عاد أنا ذي قرصة تيبور إنك أنا يو قرصة أنا علمي جبوا قرصة ذي علمي جوقف قرصة ذي حقرنا علماء ضربوا بو حقري ولا علمي وذلي هيني علماء ورنينك حق النبي محمد بحقري النبي قال نينك حقرنا إلهي بحقري نينك إلهي حقرنا وقال بور إن هذا قال تشكين وطوبات كم بور التكفير بالمعال واللوازم مره كشكين يبقى قضية ذا قال مرك إسكا إلالية خير حكومية إليه شر طوك يبان ليه وذا أدها إسكا إلالية سومالي هو مرك أي أيهو لقواي احترامي قدر ابن اللقواي وذا دون تيديري بو برتين بين لين شرير عامي غوركي سلبحين وايو لقبا لو قلت كنشر كدي وحي عامد مهما واجد بدك وحي هذا علماء ايو ابي الصبا ابي سو وحي كوغ ديشا دول وكب علماء دد وك دد ما علماء وحي كوغ ديشا دد وك دد بعد مودي دد ما لو دوره وحسل برنجر ان كتاب فقه يديري ساعة الخبر كي معشر الفلق هوليس نينك وركي سلبحين واي ولوك يدقين هيا ميد كي سالو دريري جنازديس شيخ البان كتشو كواي هو يدي ابي شالي مكو شيخ اسكت تاغي وانا اركاي انو اللقمو واي موقت هاوش مركي مدسو حتي وحيدا وحن بن ادم ما هي لكن ضد بيوعي هنا اسكي الى علي حيدا مرك علومه وحيكو قد الان ضد اكيد ضدنا ما معين هذا نينك في ريان بوا كو ضد دي مدد كي لاين لاي ابي سنة دول بيو اكتر دول اكيد كو قد الان عرد مودون بعد دي قاد عشان ويكو صغيري دينا مرك وحاوي وذا ده اسكي الى علي كوان تنبايو ديريبنا ميقا قانا وحنا مكالطورها يعني كواس أنا أقول دارنا هبارك الله جماعة كعيس كيل علي نكون ما لو عرس الله هنا إله كله زجلي يا أقول دارن هبارك يسيء عقد يسيء صورة وقال صلى الله عليه وسلم من أذى عالما فقد آذاني نك عالم دبا النواي دبا ومن آذاني فقد آذى الله أنا محمد عليه الصلاة والسلام أحد كي دبانا إلهي دبا ومن آذى الله تعالى فله النار معناها أنا وحنا كي النبي محمد أصحابتي سكها الله أصحابتي الروح الدباء أنو الدبي عباس روح الدباء أنو الدبي علي روح الدباء أنو الدبي فاطمة روح الدباء أنو الدبي أحاديث نوع عصواي ما دين لكن حديث كان قاب كان أصقونا ما أن نهلي بهذا اللفظ بهذا اللفظ ما أن نهلي لكن سجود معني سوا صح معني سوا صحو علماء ورثة نينك الدباء هدي وحور الدبي اللي أولياء المسلمين تبوا الدبي من عادى لي وليا واي ولقه سؤال عالم العامل بعلمه ما عالم كعلم قيس قد رقم هيا ولي ولي كلمه وقال الذين امنوا وكانوا يتقون الهي مركا ولي قيس نيك اللعلوم الهي مركا دقال بو ديار اولي هاي مركا وش اسك الى علي اثار تاسي حديث تاسي وح سغن وح سغن اي وح دو وح دوين بحشاق وكان صدي انه اذا بتشيو او قد إلى لسان والعلماء قدر لسان إذن كنا هذا مركز علم نقطة لذا قدريه وفي الخبر حديثك وحاكو يمد
قال الله تعالى لا تحقروا عبدا لي أتيته علما لا تحقرها قرصين عبدا لي أدون أنو أن لي أتيته أنسيي علما أقون أنسي أقون قليي فإني أنو لم أحقره ما حقرنا ما قرصنا حين علمته ما كان علمك براي حديث أبو موسى الأشعري أنه صوم مري الشواهد أنه صوت المان صفحة فرتن سديد وعديدكم قيب كم بذا صفحة فرتن سديدات بين قصة مري حديثك حديثك يبعث الله العلماء يوم القيامة فيقول لهم يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم حديثك أها يعني دورك الشواهد أصول الشيخنا ابن قيم المعنيس وصحيح عرنجري حديثك قيب كم بذا وحديثكم لا تحقرها قرصنا عبدا لي آتيته أنسي علما فإني أنا لم أحقره ما قرصنا من الضراب رغم ما دين حين علمت ما كان علمي كبراي وحان ودغ علمي كبراي انو بدبادو نارنا كبدباديو دنبنا نو دافو الى ما تو صحق لنا حقر وهي وان الملائكه ملائكه الهي قيمها لا تضع اجنحتها قربابه اما بادد كدي دغتا دولك دغتا حتى تمر عليها حملة العلم إلى مران أي أما يدل كدل كدل جوك سدان ضدك علمك حمبارسن إيو طلابه وكو علمك الرادين أي تواضعا اسألوا اللي قد الملائكة وقربابها لكو قد قيسا يو إكراما وين لهم للعلماء وينين يسو حديث كان سوى حديث كسونا قد قرنا يسمى حديث أبي الدرداء ومن حديث سوى من عسال المرادي مركة قيبتا دم حتى تمر عليها حملة العلم وطلابها لفظ قاسي مسوء أرور معنيه سن بسوء أروري رضا بما بما يطلب هي رضا بما صنع معاني ذا ساتمت ملائكة ضدك طلبة العلم كشرع الرادين هي مركي قصوا بحان قربابه دولك دكتا معاني دور الله شيء وحود قيسا احتراما يتواضعا وكعد على حد قوله تعالى واخفض لهم ما جناح ذل من الرحمة أوكالي هي ما هي أيضا بأوغوغلو صعودك يا سفرك يا أسه ليس وارك تنوضتك حرطة علمك لا تنجري مالا نقير كنت مريتين بين مرة هيا صمالي عرف كنت قصر السفر أصغن سايو وذنين وحبها يسنين وندل أقون بأدونك ماشي قدام بي علم لا تنجري نكي حرو وقال صمالي مركز إلهي سفرك أفوضين وملائك رب أبحن وصايو هيلي وطل هيلي وهذا نمال لغتل هيلي هيا وأدم دورس كده أسوق عالم صلى الله عليه ولي جينا أنكو بيا ستلكي يركز أي سن سنين دعان ملاجات بالله سعودة يا جرباب ملاجات بالله سعودة كلام من الله يبوه ليا مركز سفر كي أفوضين أو جرباب به أقول لك إياه ما يحترام هام بيقوه جرو يستاجي معايا لي وأرك تنادك هو ما كيس حرمين أيان قال هذا كوفيد يسوسي بايا ملاقيتني قربابها تاكتو حرتنا ماشي مرة يسوي لبسان ويدشنيس احتراما وتعظيما يما ويود غيسا يوي كوهرين انت بو الله شيغا دم لها حلو شاهد كو ما هي ملائكتي كرامه اهيد ايا نينك طالب علمك قدرنيس ما هي لو هي غران او غيين و هو رادينيو شرفتي سي عزديس قبض العلم بقبض العلماء علمك قبضوت كيس علمك وحال لوايا وقباب سيامة ودم هذا علمه ما كيدم هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا النبي يقول من لم يحزن من لم يحزن لموت العالم فهو منافق وكان أكسي الدري فإنه لا مصيبة أعظم موت العالم من لم يحزن لموت العالم إن كان أول بهاري أما أنك أول أما أنك حمان إن عالم كان شديدة فهو منافق ومنافق عالم كعامل كدين كيسا كو دقميا لو جيدا كو علماء السوق اي فسقدا مركا دينتان سلف كو كفر حجرين بركودنا سجود شكر بلا دحي جيرين با لغوي امه الله كا قبت يو ارك جيري الا و هو دمن اي وخل با كدرنه فانه لا مصيبه بلا يمجرته اعظم كوين من موت العالم نبي محمد دمشي اسم مصيبه كوين ما صومرين الى قيام ساعه ما ايمان دونتو نينك عالم كعابد كعالم كعامل كانا روح مسلمين تكدنت نينك اوغو علوس وي روح مسلمين تكدنت احد كو اوغو علوس وانين دينك يقانو كو دقمايي وا قرح دعدي وي وا قرح دعدي هول سنه هوشاس ما
دبو في نو البوقي مبنى علماء الصومالية ده أو كتجي مش سوح كوب حيه اللي ميسد دب تغريد أو آخري ما هي ليسد حنينك عالم كعامل كدين ككرق مهاية مدة لديارني وقت با كوب حي عقل با كوب حي علم با كوب حي حول با كوب حي توفيق رباني أكوب حضي والنادر والكبريت الأحمر سيسهلا هذو كوب حو بس هو بقول سنة وبهانة سنة لا سوء عفتو إن عبد الحسن ما مريض ما في ديب دم بواد زمر لا يعني لم ذا ميضا يسال ذات كان نوع عاسا إن كوريت كأ ما الله ما بهي لبا ما لنكم أدون كردافانا ولا الرقمانية أو ماذا الرقمانية لكن مركو تشوكو حلقة يا بين الله سي قور صدق أن أمان لسي دورو فينون دك قوين بان لولا هيني أنقلتاك بضنب مرك عالم فلسه هذا أمضى وحوق درنا متشره عالم توصل وحوق في عنا متشره حلوق يا هوي وسلاح ذو حدين دي له علماء ذو كوتوزيو أمضى ويا هبت باريس هذا يكاه الله بنا وين رجمنا وما من مؤمن مجري يحزن لموت العالم إلا كتب الله له ثواب ألف عالم وألف شهيد مؤمن مجري يحزن كحمان يا أمل الأول بهار يلي موت العالم عالم لمشدي إلا هدوجر كتب الله له رب أقرأ ثواب ألف عالم كن عالم ثواب كتب الله قرآن إنك سأول بهار كحماضي يو ألف شهيد حديك أسوق موضوع المجلس وزكاة عدا يسوق حب بنيي وذي قرن يساب إلت معناها الحديث ك فحال جور يا سيدنا عمر معناها الحديث كان موضوعها سيدنا عمر بالا جور يا وحكوا اللي جور يا أبي جعفر الصادق أبي جعفر الصادق نه ولا جور يا حمل علي الباقر ولا جور يا قيب عمر حديث سكمنا وبإيمان دونتا إن شاء الله تعالى خطرته وكهلي حديث كان موضوعه أوت الماء معناها أوت الماء وخطر جرتوي قيمها هي قدرك وروح عالمك كل أمضى توجد يسيا كبيح يسوي حل أجي هوا وقال صلى الله عليه وسلم لموت قبيلة أيسر من موت العالم طبراني باورياء يودار إم عبد البر معاني بدن بونكوي مادة معاني بدن بكوي مادة موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد وموت قبيلة أيسر من موت العالم وهو نجم طمس حديث كان مركب وحكومي ما دام حديث علي كان ضاينو هينو ومن حديث جابر ومن حديث ابن عمر وابن عباس لفظ كلا وكويما موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما اختلف الليل والنهار حديث مركب معناها تلمامة سيئة ننك عالمك لمشاديسه أيا كعلوس قبيل لنا وبابا أما قيردنا يا قبيل لنا وبابا ولا إذا وحا يا دانتا شيخ عالم ودنتا وجبت شبين إنك عالم كواحد دعي وملد دولاشن توي واحد دم بو أودي أوسن شيرين وفنجر قاضي ولا أم لب كبي كريم هي لو هذا كله الله يقوله وقت باكوب حيها ولا بدن ونادر إلا هلا وأذقتاي هذا هشان كفر هذاي معناها سمركة من حيث الجملة ما كان في حديث باب قط مدة المامة قبيلة وباب أي عالم كل قد انتبه قدرا من حيث الشواهد ما كان لسوق يو إن أي حسنات هذا المودة وأنا سيدا وإيش من قيم مركو جمعية حديث أس وقال عمر وحوي لفظ عمر إن حديث كهور إيه أن صوش شغلين لين لفظ عمر با إيمان دونا كان كمدة وقال عمر رضي الله تعالى عنه وحول لموت ألف عابد قائم بالليل صائم بالنهار أهون من موت عالم واحد يعلم ما أحله الله مما حرمه وإن لم يزد على الفرائض التي فرض الله عليه كبير زيادة بإسناد ضعيف بالغوري عن عمر لموت ألف عابد كن عابد مشروط كن عبادة بدون أقوان دين اللهين ورنته قائم بالليل قائم الليل والرواية حديث كأثر كحان كأقائم الليل هبين كتاجن صائم بالنهار مالك الصومن صائم النهارنا ومشهور أي أهون نن عابد كن عابد ومالك ورنا الصومن هبين كورنا سلاة للأتاجن لما شذوه أي كفو كسهلا عالم لما شدي هل عالم ورنتا
فرد دينته عالم ومضى وعواي وما هين يال لماذا كن كان عابد علمه عباده وحي هيد هوليه كوبان ايغون با شقيسناي ايغون با الله ودواناي امد وحبدون اوما فديا لكن ان كان عابد عالمك وهجامي والرئيس ومدحويني وبلداتي وامد ان دهد عالم كاس ويعلم قرنيا ما احله الله الهي وحب بنيا كقرنيا مما حرمه وحب رب حرمه كلا سوعي وعالم كاكلا سوع انت هاي ومدن اكلا سوعي ما حلال ما حرام هذو اسكغلب سن هايو ودقن يهودات لما تلبسون الحق بالباطل وي ولبس الحق بالباطل الصد عن سبيل الله مالك وحيدا وناقض من نواقض الاسلام الصد عن سبيل الله وناقض من نواقض الاسلام قرآن كينا كو عداي تذكين حقا لغو ريستاغو لا اسكاق برحو لا اسكاق اللبو حق يا باطل لا اسكاق قصو ودقن كي يهدي منافقين يا قالو لنك عالم كان محلقو يقن انو اوكلا سارو اوكلا عدايو اي نور كاس امد بكو سعوتو وإن لم يزد يوسن كوردن اسكا حق عمل فلكيس عالم كاس امد نور كو علمي كو شيغي حراشي حرانتو اوكلا سوعي وإن لم يزد على الفرائض يصنصه كبد إنما عبادته هي عمل كيس فرائض شنطايد يواجبات كونه قلته التي فرض الله عليه كبير زيادة بالله على أثر كعمر فرائض إله يكون فرض يهو وحبه مكما درأسه لكن وداعي بعلم وعمل حق أكل سعي أمد أكل ساري حق عضيني بركة لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون عند الله من موت عالم البصير بحاله وحرامه لفظ غزة هي كعان سمت كذا ما شو شو كشيء بركة السنة كان ضعيف بعراقي إلى هذا سنة كان ضعيف بعراقي إلى هذا من عبد البر وحلم وداسوي وحوجين يقاب كود جاي مكو جامعة كوكينة مثل العامة مع العلماء تصالوا كينة يا واقع وحلو فهم كرو غزالي وحكم إذا كتبت إذا إن معاني ذا محسوس كامرك كبقى إنا كاقر صنطقو مثال محسوس أو كينو كو عديو أد بوقف عنا تفسير وحضينتا طريقة خاصة ولي وكبرتي وذات من أصحاب الوجوه هايو فوراني الأورنج أبو القاسم الفوراني قيل وحال تصالها إيسو تشوغان عالم كإيو عامة علماء يا عامة ومحسيسو يهين مثل العامة مع العلماء علماء يا عامة مكل سوحة صالد وحوي كمثل القصار مع الشمس قصاركو وانه راد كور جرجر هذا ان لاقون ورشد ماشي قاطي نينك مريها بفتي يا قصار كالي هذا مريها محمود قايها حيرتان تطبع سمين شري دونتا مركو والله سمين رينشي والله جلين كدب والله سمين والله عضين والله مرين مر بفتيان دي جري مركه من هاتش الله مريه قصار من هاتش تكون مرتين المهم وان انك مريه كشقيه مريه ان تطلق ورا هذا ورقه ذا ميزاني قبل هذا كرز كسمى كشقيه استي انت رينجي كان ورا مريه ان كرزكا هاوش هذا ولي لقبته هاوش هذا قصار انك قبطه قصار الاورنجري مريه كان كسمى اسكا كمثل القصار مع الشمس انك قصار كمريه بفتين انت رينجي ورا وحو باياي قرح كل انه هلو ورينشي قد لاليسا مرض انجيسا لو قاب بين هذا مرنا مرض انت لا سمايو ريج لاين با كدب لرينشين كرو اصل كان لغرين جري مرض دونتي هذا لا سمين يا لرينشيا وهي في عنت القيام وتقالت مرك دونتا لرينشيا غريس كد سمار مرك لا سمي كدب با دكسي وين واخ لو كرن هيا لما خورن هيا كدب هدو ودربو اسك عدانيا مد في عنا قالدا وهي مرك ميقضون تلقى الزمين أيوه للرنجي أيوه قصار كنا واننكا إذا غضب القصار على الشمس مريا سمايها دو قرح دو عرو دو كانت المضرة على القصار على الشمس لبحوها يستا مريا سمايها لبن ما يقرح وربو وما يس هذو قرح دي صوب حدي يطير على تدكو حنا محدك قادي فكذلك إذا غضب العامة على العالم سيدو كالي سيدو قرح عرادات أيسن أدري من مريا بفتي مريا عدي عراديزا
عامي عروضي عالم وحبي يلي ما يأسقى دبون ودبك هذا قبة وما الهبين بالي عده هبين نينك يدي دبتا مدرار نمانا نينك دوري دبتا سوماليسي دا ويا قانا هبين مجد هذا العروطو هذا بخ النقطو أظن بيكون دبل قوم أركي موقت ورعانها عبال سكاردي معك هاي هذا هو النفط بقى إني بنتي كجدتين ويحول بيدك كعين النفط كهيسا عندك ما أركت أظن برفا هذه مرق على هبين بلا ما أمل هبين نينك سود دبا مضر عريضنا نينك دورة نين ما الحناقة عندها كبدي جاي نقدون بناك أسكو دورة هذا نينك دورة دبيس فكذلك إذا غضب العامة على عام على العالم تكون المضرة للعامة للعلماء لبا تضوح وها تي ورف مش عقب بابا أي عام مدي علم الآن باكود فإن اللحوم العلماء علماء هليب كودو مصمومة وسميسان تهاي ولا أيضا نك عنو إيدي من شمها مريض نك هليب كل علماء أرصدا وحنزنا يوبكون ومن ذاق نك جكسينا ما تو نف بحاجة نك عن تجار ودمان نك أرصدنا وشاشورا وحنزنا إسك إلى اليوم سن لما دوادو نك كبدا وكو نك أرصدنا وشو من بالله بيا يحنون باكود عاي معنوا معي حكمة علماء هذا وشيعان وهي من عساكر غير كيبة كره كره لقى وريه وحاول يهال يعني لقى حد قدم هليب كود إسكا إلالية حد قدم كإسكا إلالية شرفت هذا ما قع هذا ملك دع هذا إسكا إلالية علماء هذا وهي دور دم بقول بلغ لك كل مهاية معايا لي أيجا مقام كي الله كك شجعان باوين ولذلك خلط كود ونخلط كواكد ريا فقالوا وحيدة هذين يؤصولين بل السلف الصالح كسوغا زلة العالم وزلة العالم نك عالم كوسم برحضو خلدما دون كدون الرقم دون لمديا وما دون بها لقيا هذه قفك هذا ضيك وما تعرفه عندنا كوكو ضيان ميزو لكن نك عالم كدم بجيسية خالد كيس وما دون بها كو ضيان الرقماني ومن ثم لي دم بجيسة صغيرة كبير اسكو بدلية كبيريسنا إن كفر يدو إن شاء الله يابا لماذا ومحل قدوة ضيوش التاغن يعني ميقان كتاغن تاي آيات كو قيمة يسان تاي سيدا درت العلوم حسو قوريين أنبياء الله ما أقوله إن الرخصة يستان حتى دي قال لهم لغو قصبه هذا اللي كما لغو قليا إلا من أكره وقلبه مطمئن أنبياء ما تعلوه إكراه يا هولها يا تقيد الرخص كأنك قادن كرا لكن أحد كمحل قدوها هذو رخصاته أو تقية استعماله واجد محايماني ما لك سيدا لها با إنه قصبنا وادعي كرتا ما لك سيدا لها إنه قصبنا وادعي كرتا وحدا وعجارة يمستقيد هذا الكيسي تميم بضم بصوبحي ولذلك لمحل القدوة لا يترخص روح الضياشه ما قان كده تاغن وينو الى لي امته وينو واحد بدن كسر ريقته وينو باهي بدن ادول قاته واحد بدن وينو خيريا لدوني ثواب العلم وفضله في الدنيا والاخره وحوف بابي هاي علم اجرك اولى يا اخري ادوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم احد عن كيا هي إذا مات إنسان آدم هدود انتو انقطع عنه عمل وعمل كيوس عليه باكاكو آية إلا من ثلاثة صدع عمل من موييني من صدقة جارية صدع عمل حق وضوح يكسو عليه ثوابها وصعونية من صدقة جارية صدقة وضب حضي أو صعوتة وقف أو قاف إلا السمي يصمالدو هذا يصبر برنا يعني وانا أول آد ياد قيمة بضان شريعة لأنكو أمانا دقا نو كتشر نو الله سيجريتان نو كتشر عالم الإسلام نحلق gumaystayaasho isoodo ilaahay ku badbaadiyadana waa la baabiyay ragiinana xogow haystay Soomaalida hadii aad waq awqafumada u sameeyso wax baan badbaadi lahaa hadii la sameeyo meel laga maalgeliyo laga fangariyo agoonta gabdhaha garoobada dadka indhowlayaasha ah xurriyamada faqir kan ahalka lahayn dadka isbitaalada intay ku dhintaan wax meel wax lagaga saar la waayo xabaalaha muslimiinta muslimiinta hore nimba wuxuu sameeyaa dhul dhulal dhan oo intaas ay ka buuxinaya iyo wixii ka soo baxay waxa iska leh khaas
قف كستو مسكين ودل ودن مقالين يمادون أهل الله هاي إن دولا ياشا حلقو برو قريا الله ديس عمارضو وحي كسوا بحالله سمعين أيو نين ما ملغو كبحيا فقير علمو وحبرنيس أرضو عريان نين طولا آنا ميت ميت مسلمين تهلو حبالو كفان كبسا هلو إيبيو نين باصة وقفا هاي صدق الجارية الدحيو واتوك علينا مسايد ده واحد كل بحساني عيال قداني قري والد انت اللورد السيء هذا واتوك برانيسا هو شيء مهم جدا وي تذكر مسلمين تمساكين تأكليها اللقاها هي مشين كليها اللقص في إن يرى كين لقد انتظ فرطان مشينها أتكنتان مساكين تمالك استكيد استكيد مسايد دي كليه بأي غفر دي بلغة اسبوعي الله قربا الله يدقى الكاسي وبحسن لها هي صدح قناع صدا كفي لانو دور بقول اسكو دردارة خيركم ميلا بضن بويا لكن وين اركتو بانتا كدبنا الهي وكوا فتشي وحالي توكي إلو عانكو أركولي أيانو كو دمام ملح يا توكي وحالي إل وعانكو أركولي أي أيان أو كو دمام ملح ديل عانا اللي سميلا بات توكا حق أركي واق واق وصوت دولي ديل كو ربعب عانا كردم قركو كي استاق جنبلا ورده هيا تقول كي استاق آي روقي ما أي ديل كي بودي اسكو تاق وقر كي استاق يعانا واداتين شقوين ير يرد قبان كرتان أو مسكين كالكالة وإله رالك يا هبا بوحة فان فان كنت أسكت ديزان مسلمين توصل الله ضيدين كنوا وحبرتا أو علم ينتفع به أما علم الله في صدوء مضوب بحثة علم نافع أو ولد صالح يدعو له أما علم وراكسن يفرع وراكسن وكتب أسود دعية إلهي أبرية مرقو حسوستبا صدق أبحية حديث كي وذكرنا زنا حديث ضعيف كان يعني بتبل هرت بكون هفي عنادين مسلم باوري حديث من حديث بروت قرر إصابة إلى تا وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا إنك ودق هذا يلتمس كدون يفيه في الطريق علما علم الشرع تنكيرك والتفخيم والتعظيم سهل الله له رب حفظ يا طريقا إلى الجنة عند أهل السنن أهل السنن كوري من حديث أبي الدرداء وأنا حديث صحيحة وذكرنا إسا ننكي قادة وضو علم كرة دنيو وضد أسي وحيد حل سيسا وضد جنة يد حل سيسا هاي لي علم قاس وحكور سيدا يا عمل وناكسن عمل كوناكسن جنة كجينية وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لا يقبض العلم علم كما قاض علم كما باب أيو أدونك كما إدلا انتزاع سيبت لك سيب أيو ينتزع كسيب من العبادة دوما يعني أدومي هو تشوك تشوك إنه قلنا الله العلم دوما قلبي قوضي الله أبوه علمي لغا مصيح ماي العلم دوما دمان ويسكد بتقي وإلا أنا يعني علمي نوار رعايا ولكن يقبض العلم إلهي علمك وقادة بقبض العلماء علماء قيريد وذوك وقادة نوال بعلمك وحنبارسنا بولا تقايا علمك هلا برتو هلا حفظي وحبايا لسكو هلا إني مكتبة لها أما إلكترونيك أما ورقك وهلا قد تقايا وحان ودنب صفر يوض قشي باكو قفلا كتاب كو قاد ميس مكتبة شام إلكترونية نمال ندبل هين باتتقي كمبيوتر كابكاد ميكرا أحبك وصعون ماي انت ديرتي واحد حفظي كرتان حفظي كان با علمي دين نقن بحكلا وكلمات حتى اذا لم يبقي عالما الى هو النبي الى هو ربي وسر من عالم اتخذنا حتى اذا قلت لم يبقي وسر من الله عالما وحي قال ما كوسر من وعلماء الا اذان تدق محي زمان كان ما ارمن علمي ودي في قيل لو ملوف ملوف الان بيت غبدي اتخذ الناس تدق حي سمي سنه ينو يلن رؤساء مدحيوي ملقوت قال جهالا أقون درا فسئلوا مسألة لو يدين فأفتوا بغير علم أقون درا يكون فتوانا يعني فضلوا وارد من وأضلوا مدن وارد من يعني حديث عمرو بن عاص في صحيحين ويسوقون القرآن إذا حديث كعانك هل سوي وحدة تاجوي سوشيال ميديا نوال بك فتوانا يا نوال بك فيو يفلو بقى قال هذا دباشي فيو يفلو بقى عويس من وهاي ما يقول علماء وحكوهم في بآيام بأرور مسايد فرد هذا ها فتفرقوا شيعا وكل مدينة فيها
أمير المؤمنين ومن برضو نكي شاكه أندلوسيكا إن يروا شو لاك نوروب لاك با إنت أسو أمير كد الله عضي إلا قارس وكارنا كنتن أمير باكد أندلس ملوك الضوء نوك الأورنجري وذات بانت الله ياهو قبع ديرتري معوري فتفرقوا شيعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومن برو ما قالك استوحاج أمير المؤمنين ومن بر تولك استنين باقى بصدي هذا وحاو يميلوا بعالم يا شيخ فطونة يا تاغن يدعى الله دلدلة هايو مركز كإلالية هو شاس علم وحبان يا فقه يفهم بوبان يا شنصنا شيخ لو مرنا قدوه دادالة وحو إلهي إذن كنت لقين حدر رسننا هبل بقو فطوة إسكا فطوة يا ينكو لبن سي إخلاص وضاع عضو حبرو دادالة سمي ويسكر جاري مردونا أدو دوبو يون لقاتن بيوالك دونتا لكن بوب كيسك الدائية وده ده كتاب نوغرج عورنجري دور حروج علابة انتين قبل أركان بيقول سدي ورواد سدي كتاب كيف كتك وين سدي شيخ الإسلام هذا قرح سنبه يقول وحن كي يابي إنا يدافتو دور حروج شو كيري سنة دول بقلن شوي دلا تاي عشر كيان لقيت يبديش سنة دول بق قلن شوي دلا وين اللي هدي تأت شيء تك قرح سن يا إمر الكتاب كاكتك مرق وعهو درس وح لبض مكان أنا وحي أدوني سأتيك ستو كدبنا آدم بر أقول على وحن لب أنا ومشكله لا تصدق الرزق حديث كوات قرن إنسان يساقط الرب جاي ها درسنا هتيك سننا كدبنا هذا حرام كل عذاب وحن ربك هو قري علم إيه عمل إيه علف بود هلي زاني ست ترتيب الجبن نماء وحن لب برتو نقول بنا وحب فتوى مسؤولية آخر أسقى قاضي إسكا إلالية فتاويدا يا أحكام تأثير إيسان كفر صدى وحوال با دبني إنك صبح وفتوى أما حكم آخر سؤال باك إيمان جواب بالغ الربا عالم العلماء وحور تضباطا سنو سؤال لي ودي كما جواب أنون دليل كذي يا آيات ذي هي سؤال شربي وحن كو جواب لمر قرآن مل صادقان مكان الله أني الله صوّق رنّه، أون أجاذو وحان آخر كوب أحسن لا بين جواب الجريب. هذا يع دان ويد الجواب ترى بحطانو ديل كجرنا يا أن توسين وهذا الكنا عندي جري عتكلا ويدية. مسؤولية ده مركّة دارين تاتس إلى الناس لكن مركّة يتوالى فضوا ولا فضوا هي بالبوط ترتادو ولا طورو. أما ألعابك اللي رهادين هي بريها صوّق رنّي مشكلة وي هاسك إلى ليين آفين. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما ننكي قال وضوء علم كبرنا علم شرع اللوجي داي سلك الله به ربه الله قال ومريادون كاسي طريقا من طرق الجنة وضك من ودوين كالجنة وإن العالم عالم كالدين تيقان يستغفر له حدا مداف أويديا من في السماوات والأرض للئي عربة مخلوقة كنه الباء إله أبريا نكاياك أيام بدن هذه والحيتان في جوف الماء جمع حوت كلون كأيام من لايق بدها كتر حتى وود عيني وإن الأنبياء أنبياء إلهنا لم يورثوا ما يسند حلسين أمضي أي كتجين دينارا ذهب ولا درهما في الضوء إنما ورثوا مضى وحيد حلسين وقتجين العلم النافع وقتجين وي فمن أخذه منك علم قاقته وكرغما أخذ بحظ ليف بلتجي رحلك كمذا وافر أولي وين وبوحة وحديث حسن وذكرنا إنسان دور كورنا نسوم بري وقال عليه الصلاة والسلام من خرج في طلب العلم نكو أبحة علم رادين تدب أبحة فهو في سبيل الله إلهي جد كيب كس جين هاي وذا ده إذا الأرض طالب العلم جا زكا كوب حيزة وسهم هو في سبيل الله يسوق ليان حديث كان يدل حديث لم يدل شذا حتى يرجع إلى وكسر نظهر نمذ إيا طلب نمذ وكسر لابتو فريسيميس يقربيس يهوي جيس وكسر النقطة راه أنس بن مالك عند الترمذي الترمذي وريه يا غير كي من حديث أنس وذا دنا ويت تحسين أيان والترمذي كمدي هاي نما نضع في كل شيء عن تحسين كان حق بدن بعد مودة ابن قيم بان حجية وقال عليه الصلاة والسلام من طلب العلم
ننك علمك طلبوا الرادية كان طلبك علمك وحقون قنية كفارة دنب دافد أستريد لما مضى من ذنوبي علمك طلبت الرادية علمك إله وحقون دافية ذنوب تدهر وحقون دافية ترمذي وري من حديث سخبرة الأزدي الدار من أوريا في سنن قيبة مقدمة ابن قانع في المعجم أبو النعيم في الحلية وحديث ضعيف لكن معنيه يسو ابن قيم وحور معنيه يسو واسوغي هاي آثار بو أوكيني وون الدفاعي مجلد ككوبات لو أبقل طبانية كوم افتحوا دار السعادة كفيرية محايا إلي علمك براشدي سوى حسن من الحسنات قرآن كون وحور عدي حسناتك دنوبت ترتران إن الحسنات يذهبن السيئات سوما طلب العلم وحسنة حسنتنا سيئات كترترتا معنا حديثكم مركب وحور ابن قيم وإن لم يصح من حيث الرواية معنيه سو قرآن كوافق سنة هاي آثار صحابة بضنة وأوكي أنا القصة لك في رنكرا إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلم.